أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على المكانة والتاريخ العريق الذي تتميز به مملكة البحرين والقائم على التعايش والسلمي ونشر قيم التسامح والاعتدال والانفتاح على مختلف الثقافات والحضارات وتمسكها بقيم العدل والمساهمة في ركب الحضارة الإنسانية. جاء ذلك لدى استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير هذا اليوم المساهمين والمشاركين في فعاليات هذه هي البحرين والتي ستقام في جمهورية إيطاليا الصديقة الشهر المقبل، وينظمها اتحاد الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية في البحرين، وذلك للسلام على جلالة الملك المفدى، حيث قدموا إلى جلالته إجازة حول هذه الفعاليات للتعريف بمملكة البحرين وإبراز إنجازاتها ومكانتها الحضارية والإنسانية. وفي بداية الاستقبال رحب جلالة الملك المفدى بالجميع شاكرا لهم مساعيهم الطيبة، ومشيدا جلالته بجهودهم الموفقة في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين والتعريف بمخزونها الثقافي والمعرفي وأهم منجزاتها التي تحققت بفضل سياسات الانفتاح والتعددية والتعايش والتسامح التي انتهجتها البحرين على مر التاريخ. وأكد جلالته أن مملكة البحرين بلد التعايش، امتزجت فيها الآراء المدنية والعادات الاجتماعية المختلفة وواكبت التطورات القانونية واحترمت جميع الأديان، وهذا هو ما حفظ البحرين من التعصب والتطرف، معربا جلالته عن تقديره ومساندته لهذه الجهود الخيرة التي تؤكد للعالم بأن البحرين ستظل حاضنة لجميع من يعيش على أرضها ويعمل لخيرها وصلاحها دون أي تفرقة أو تمييز. وأكد جلالة الملك المفدى أننا في البحرين فخورون بتنوعنا وتعددنا وإيماننا الراسخ بأن لكل فرد الحق في التمتع بحياة آمنة وكريمة، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة ماضية في نهجها للحفاظ على ثوابتها وركائزها القائمة والحفاظ على الحريات واحترام كافة الأديان والثقافات وتقدير كافة الكفاءات والخبرات، وستبقى البحرين بعون الله موطن الوسطية والاعتدال المنفتح على العالم والفخور دوما بإرثه وثرائه الحضاري. وخلال اللقاء ألقى سعادة السفير دومينيكو بيلاتو سفير جمهورية إيطاليا الصديقة لدى مملكة البحرين كلمة توجه في بدايتها بجزيل الشكر لجلالة الملك المفدى على الإذن له بإلقائها بلغته الإيطالية الأم بين يدي جلالته، معربا بأنه شرف عظيم. كما أكد سعادة السفير أن هذا اللقاء يعد فرصة سانحة للتأكيد على رسالة الصداقة الإيطالية البحرينية التي يتردد صداها طيلة فترة عمله كسفير لبلاده إيطاليا لدى مملكة البحرين، معربا عن تطلعه في المستقبل للمزيد من تدريس اللغة الإيطالية في المدارس والجامعات الحكومية في البحرين. وأكد السفير الإيطالي لجلالة الملك المفدى أنه لا يدخر جهدا في المزيد من تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين لخدمة المصالح المشتركة بين الشعبين، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفرص المشجعة على الاستثمار في شتى القطاعات الثقافية والاقتصادية بالإضافة للحوار السياسي. وقال سعادة السفير: نحن في إيطاليا ندرك مدى إصرار وعزيمة جلالتكم على إقامة الحوار بين الأديان وتعزيز التعايش الديني، ونقر بأن ذلك قد جعل جلالتكم وبلادكم مملكة البحرين مثالا رائدا من خلال الاحترام المتبادل المتاح في مجتمع التنوع الثقافي والديني. وفي غضون بضعة أسابيع قلائل سوف تبدأ فعاليات مهرجان هذه هي البحرين في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وفد بحريني كبير يمثل شتى أطياف المجتمع البحريني، وسوف نسعد باستقبالهم وضمان نجاح المعرض الدولي المصاحب للمهرجان وفقا لفلسفة جلالتكم الحكيمة لتحقيق الألفة بين الناس من شتى الأديان والثقافات وتعزيز السلام. وأكد السفير أن مهرجان هذه هي البحرين في روما سيكون بمثابة منصة لاستعراض أجواء الحريات الدينية في البحرين وللإنجازات التي حققتها حكومة مملكة البحرين من خلال حضور العديد من الوزارات،
وأشاد سعادة السفير الإيطالي بمدى التنمية الاجتماعية والرفاهية الشاملة في مملكة البحرين والمتمثلة من خلال الجمعيات الخيرية والأندية والنقابات والتي تعكس مدى حيوية ونشاط المجتمع البحريني. كما نوه بزيارة جلالة الملك المفدى لقداسة البابا حين تفضل جلالته بتقديم نموذج لكاتدرائية ليدي أوف أرابيا لقداسة البابا والتي سيتم بناؤها على الأرض الممنوحة كهبة من لدن جلالته، معربا عن تطلعه لتنفيذ هذا المشروع الذي هو مثال آخر على التسامح والتفاهم. وأعرب السفير الإيطالي عن تقديره لجلالة الملك المفدى لتأسيس كرسي لتدريس الحوار والسلام والتفاهم بين الأديان باسم جلالته في جامعة روما، وقال إنه لمن دواعي غبطتنا أن تكون عاصمتنا قادرة على توفير هذه الوسيلة للتواصل الهام مع الشباب والحيلولة دون وقوعهم في مخالب التطرف والراديكالية وتعزيز القيم التي عرفتم بها جلالتكم وعرفت بها مملكة البحرين. وجدد سعادة السفير الالتزام الصادق لجلالته بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن تطلعه لتقاسم تاريخ النسيج الحياتي الثري بين مملكة البحرين وإيطاليا. وقد أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عن شكره للسفير الإيطالي على كلمته وإشادته بمملكة البحرين وعلى جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدا جلالته بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أن جمهورية إيطاليا هي دولة مهمة وصديقة، وأن مملكة البحرين تتطلع دائما لتعزيز مجالات التعاون معها بما يخدم مصالحهما المشتركة، متمنيا للسفير دوام التوفيق. And getting everybody together, and that's not something I would call new to Bahrain. It's been like this, I believe, for if not thousands of years, hundreds of years. Bahrain is like, Alexandria, where in Alexandria in the old days people lived together. They joined together with their philosophies, with their religions, their sects, languages. They respected each other. And they produced a wonderful community that protected Alexandria against extremism, against whatever a human nature does not like. We are proud to say that Bahrain and Bahrainis in particular have always welcomed people coming from all over the world to live, to study, and Bahrainis as well went to the others and around the whole world trying as well to learn with respect to their cultures, to their religions, without making one enemy. Their aim in life is always to make more friends. And that's their nature, which makes me proud of being what I am. When we started, let me call it, not movement, but this lifestyle, civilized, advanced, good thinking. Everybody supported us, and everybody wished us the best. And again, I am proud and honored
to be able to manage this effort with you. The chair holding my name, teaching young people from all over the world, I hope it teaches this, you know, what Bahrain think, what Bahrain does, what Bahrain did. Of course, some of things that they say about what Bahrain is doing, well, I don't see it really. All I see is what I know, and what I know are great values with great respect to all our religions, to all our cultures, to our all civilization, wherever it is. The history I've read, the history I know, Bahrain has been the country of free men. And when lately people were talking about Bahrain should give more freedom, it was not pleasant for Bahrainis who feel free for hundreds of years, for thousands of years, to be told that you are not free and you need to be freer. But if we look at things, when we compare, I think we have more freedom than anybody else. I mean, thank God, you know, we don't have a lot of legislations to really get us not doing anything but to be with a lawyer next door to you. We are still free. We can do our way of life. They talked about how bad Islam is. Well, Islam has nothing to do with it. Islam means peace. And actually, people talk about the period before Islam. We call it al-jahiliyyah. Al-jahiliyyah, which means when people have no sense. And some of them became Muslims, but with al-jahiliyyah in his mind and in his heart. And now, that's not Islam. And it's been very difficult to differentiate, you know, for anybody to see or to understand or to notice the difference between who is the Muslim and who is al-jahili. To me, we are all Muslims, including yourselves, because we all love peace, we all love one another, we all love good values, and that's what it is all about. Nothing else. Nothing else, nothing special. And we all believe in one God, and that's important. But how, what is the way to it, how to do it, that's something else. But our God is one. And lately, it's important that we differentiate between al-jahiliyyah and Islam. Now, it takes scholars to write books on this issue, because the line is very thin and you can't see it very clearly. I can, because I've been brought up as Muslim, which means people that are safe from the use of his hand and his tongue, that's a good Muslim, which means he will speak well, he will make friends, and so on. So when we talk about universities, scholarships, and students, I only wish and hope that we teach them what we really have seen ourselves, because it's a pity they don't know this. It's a pity. If they don't know it, I mean,
We have not transmitted it to them. So really, I trust you. You will do your utmost. Like in a very short period of time, you've been all over the world and a lot of successes happened together from different parts of all cultures with different ideas, but I'm sure you were all linked by one, and that is goodness in this world. And I'd like to thank you, Ambassador, thank you, Patsy, thank you all for what you have done for Bahrain. Thank you. Thank you. منذ أن بدأت فعاليات هذه البحرين في نشر رسالتها إلى العالم، حملت على عاتقها أن تكون المضامين قد لامست القلوب وجسدت رؤية جلالة الملك المفدى في أن تكون البحرين بلد للجميع تجمعهم الإنسانية ولا تفرقهم الطائفية. هذه الرؤية أتت ثمارها اليوم لتترجم وتكون موضوعا أكاديميا في أحد أعرق جامعات إيطاليا بتخصيص مقعد الامتهان الأكاديمي في مجال التعايش السلمي يحمل اسم صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى. لقد مثل هذا المؤتمر الاجتماع الأخير قبل انتقال This is Bahrain إلى روما في إيطاليا، حيث سينقل الوفد المتواجد في البحرين رسالة الحب والسلام التي تلقوها خلال تواجدهم في المملكة. وشكل الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك إلهاما للشباب البحريني والمغتربين لكي يجتمعوا معا ويتشاركوا أحداث حياتهم اليومية في المملكة، كما أنه وسيحضر وفد إلى البحرين من إيطاليا ليتعرف على العادات والتقاليد في المملكة والتي تعكس أسس التعايش السلمي والحب المتبادل بين الشعوب المتواجدة في البحرين على الرغم من اختلاف أديانهم وثقافتهم. فعالية هذه البحرين اختارت أن تكون هذه الجولة في قلب أوروبا مختلفة ومغاير عما سبق، حيث سيتم تنظيم حفلات زواج في الكنيسة بالعاصمة روما لعشرة أزواج من معتقدات مختلفة ممن يقيمون في إيطاليا وفقا للتقاليد البحرينية، واستضافة رجال دين، وذلك في اليوم الثاني لإقامة المعرض المصاحب بالعاصمة روما. جلالة الملك أكد في خطابه السامي في افتتاح الدور التشريعي بأن البحرين ماضية تؤكد على القيم المتواجدة على التعايش والتسامح، وننتقل نحن من العاصمة المنامة إلى روما وقبلها عدد من الزيارات اللي قامت إلى بعض الدول الأوروبية وأمريكا في نقل هذه الصورة بأن البحرين هي البحرين، تتقدم بخطوات واسعة إلى الأمام بالتعددية بهويتها البحرينية. هذه الفعالية جدا مهمة، حيث ستمثل في مدينة روما الصورة الحقيقية لمملكة البحرين، مملكة التعايش والمحبة والإخاء والتعاون. ونحن نتمم رؤية جلالة الملك حفظه الله لتبقى البحرين بلد التعايش والمحبة. المشاركون في فعالية هذه البحرين يؤمنون بأهمية رسالتهم التي يجوبون بها أنحاء العالم، وبأنهم يمثلون بلد الأمان والتسامح بين الأديان والمعتقدات، وأن يرسخوا هذه المفاهيم في خلال جولتهم القادمة إلى إيطاليا. رسالة هذه البحرين إلى العالم انبثقت من كلمات جلالة الملك المفدى التي تدعو إلى التسامح والتعايش بين مختلف الأديان في المملكة. سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.